فيها تطور، يعني انجاز التعبير نحط ده العنوان، تطور الاداء الهجومي الهاني، لانه هاني الحقيقه ما بقاش بيكتفي بانه يزيد ويعمل كورسات او يعمل اسيستات، لكن كمان الحقيقه انا حاسس انه يعني ما تهاليش انه صدفه انه في شغل مع هاني في حته التسديد من الخارج، وعمل ده في كذا مباراه، عمل ده في ماتش الهلال، عمل ده في ماتش الهلال السعودي وكان سبب في هدف، عمل ده في ماتش مونتيري وجاب هدف، عمل ده في ماتش الهلال السوداني، فواضح كمان الحته دي. وسان داونز كمان. وسان داونز. سان داونز القوي بتاع الموسم اللي فات. بتاع الموسم اللي فات. فواضح ان الحته دي لا في شغل فيها. هو الكريديت هنا هيروح لمحمد هاني طبعا، وكمان الكريديت هيروح لموسيماني. ان في حاجه فنيه بتتعمل احنا بنشوفها بشكل نمطي مستمر. دي كره سان داونز. دي سان داونز قوي الموسم اللي فات. الموسم اللي فات. برضه كانت ضربه ركنيه اتلعبت له على حدود المنطقه وعمل التصويبه بتاعته. ايوه. لو قارنا هنلاقي تقريبا هي نفس الكوره اللي هي دي بالظبط. ده ماتش الهلال يعني الجول الثاني، ماتش الهلال السعودي. لو نقلنا بين الصورتين هتحس انه يعني هي نفس الصوره تقريبا. كوبي بيست. نفس الصوره، نفس الصوره من نفس المكان، بنفس التصويبه، بنفس التكنيك، بنفس كل حاجه. دي اتسجلت جول لو نمشيها. دي حارس المرمى صدها، اتلعبت ضربه راس، ده جون مونتري طبعا، وده جون دي دخلت مونتري مباشره يعني. دي جت جول مباشره، لان الجون كان طلع بره، فما هو بس قرر. دي كانت اوبن بلاي، كانت لعبه مفتوح. كانت كورنر مش كره ثابته، مش كره ثابته. كانت لعبه مفتوح، فبس anyway يعني في الاخر نفس التكنيك برده، نفس الحاجه. فهي ده الكريديت طبعا يروح لمحمد هاني، وفي كريديت برده يروح لبيتس موسيماني، ان انا بشوف حاجه نمطيه بتتكرر من الموسم اللي فات وبتحصل الموسم ده، يبقى في شغل متكرر، يبقى في شغل على حاجه. واختيارك كمان للعنصر ده، لان احنا ما شفناش الضربه الركنيه دي مثلا مع اكرم توفيق، فنبقى عارفين ان اختيار الراجل للشخص اللي هيقدم او اللاعب اللي هيقدم الوظيفه دي هو اختيار محدد، مش اختيار عشوائي. مش انا بعمل ضربه ركنيه واي حد يشوط، فنبقى احنا بنعمل حاجه متكرره. فكره انك انت بتبني طريقتك وبتنفذ التكتيك على حسب امكانيات اللعيب اللي في الملعب بالظبط، مش بصرف النظر عن مين بيلعب. مش هنعمل كده يعني. يعني مش كل باك يمين هتتلعب الكورنر بالطريقه دي. كان كريم فؤاد، كان محمد هاني، كان اكرم توفيق، هي مش 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 كره ثابته هتطبق على اي حد، على حسب جوده الافراد. ايوه. في نقطه ثانيه، محمد اكرم شويت على فكره برضو. ايه؟ اكرم شويت. اكرم بيشوط كويس. اكرم بيشوط كويس. رجله حلوه على الجول، بس ما يشوطش بالشمال. بس ما يشوطش بالشمال. محمد عبد المنعم يرجع بس بالسلامه. ان شاء الله. محمد عبد المنعم الحقيقه قدم موسم هايل قوي مع سموحه، ورجع النادي الاهلي، وكانت الناس متخيله ان هو هيستمر في النادي الاهلي. بص، مهما تقول لي قدم موسم جيد مع سموحه، على عيني وعلى راسي. السبارك اللي حصلت مختلفه. لا طبعا، يعني انا ما فيش حد في مصر كان يتوقع، يعني عامل موسم كويس جدا والناس كلها بتشكر فيه من الموسم اللي فات، يقول لك عبد المنعم جاي، عبد المنعم جاي، عبد المنعم جاي. بس هو اتحط في اختبار صعب جدا جدا جدا، وفي ظروف قاسيه جدا جدا، مع كواليتي في حته تانية خالص، واثبت كفاءه عاليه جدا. وهي دي اللي نقلته. يعني فاهم قصدي؟ وهي دي اللي نقلته. ما كانش حد يتوقع يروح لمستر كيروش. ماشي. يعني ماشي ماشي ماشي. طب بص، مش هقول لك لا، ممكن نختلف فنيا، لكن لما حد يبقى له كريدت هنديه له. مستر كيروش الحقيقه ليه كريدت كبير في الحته دي، لانه هو اللي كان عنده العين وكان عنده الجرأه. لان الموضوع محتاج جرأه، اجيب لعيب من فرقه في نص العين الجدول. العين دي ليه وعليه؟ يعني خلينا نتفق، انا ليه وعليه طبعا. انا ده منتخب بلدي، يعني مهما كان هو شغله واسمه كل حاجه، لكن ده منتخب بلدي، فانا عمري ما هحط المنتخب في كفه مع اسم، مهما والله لو جبت بيب جوارديولا يدرب المنتخب، فاهم قصدي؟ عمر كمال عبد الواحد، كارلوس كيروش، محمد عبد المنعم، كارلوس كيروش، اسماء كتيره ممكن تقول فتوح انه يراهن عليه في الحته دي. مرموش ده السادسه. بس يعني مرموش، كارلوس كيروش، لكن في اسماء تانية كمان كانت ممكن تسهل من مهمه المنتخب في الـ في الـ في الـ في البطوله، وهو استبعدها. موافق جدا. وبيتهيألي عليه انه يراجع حساباته قبل ما نروح ماتش السنغال اللي جاي، يعني بيتهيألي انه شويه الماتشات اللي اتلعبت في افريقيا وفي هتتلعب في الدوري اللي جاي ده، تقول انه لا، في اسماء تستحق تبقى موجوده مع المنتخب في ماتش السنغال ما كانتش موجوده في بطوله امم افريقيا. انا موافق على الكلام ده جدا، وموافق ان الكريديت هيروح له في الحته بتاعت عبد المنعم. نكمل بقى انه عبد المنعم لما رجع
النادي الاهلي او لما راح مع المنتخب الحقيقه قدم حاجه محترمه جدا. بس انا مش من نوعيه الناس اللي لما بتعامل مع اللاعب مش بحط رجلي على ارض الواقع، انا مش طالب طموحات كبير قوي من عبد المنعم. لكن الحقيقه هو لما جه النادي الاهلي اضاف صلابه كبيره قوي لخط الدفاع، لدرجه ان احنا اخر مباراتين بنلعب 4-3-3، احنا مش بنحط اللاعب اللي هو حمدي فتحي ينزل قوي مع وسط الاثنين مدافعين. تمام. ما بنلعبش 3-4-3 في ال 180 دقيقه اللي فاتوا، احنا بنلعب ال 180 دقيقه اللي فاتوا 4-3-3. يبقى انا اضفت صلابه دفاعيه. مصر كلها بتتكلم عني ان انا لعيب كوره كويس، عظيم، عندي هدوء وعندي رزانه وعندي احساس ان انا لعيب مالي مكاني، ده كلام محترم جدا. وانا بحب قوي نوعيه اللاعب، خصوصا المدافعين اللي عنده الايجو. المدافع اللي عنده الايجو دايما زي مثلا راموس، زي مالديني، تلاقي اللاعب ده دايما مهما كان اخطاء عنده اخطاء.